الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون سلبية في هذا اليوم الجميل كان جزئية التنظيم واللي حدث في هذه الجزئية والكلام اللي صادر ان احتمال يبقى فيه عقوبات على نادي الزمالك. شفت ده ازاي يا كابتن حسين؟ وهل في تحقيق داخلي نادي الزمالك او مجلس إدارة هيعمله عشان يحقق في اللي حصل ده؟ طبعا في تحقيق داخلي سواء الاقاويل كلها، بس انا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. تحقيق داخلي مع كل الاطراف، بس زي ما بقول ايه يعني برضو، يعني انا الظاهر انا اللي حظي وحش، لان المرتين اللي كسبنا فيهم في الكوره الاثنين حصل التنظيم كان وحش، الدوري يا اما عيب فيا انا شخصيا. لا العفو. انما يعني ما دون ذلك يعني خلينا نفرح، انا ما بحبش ابص للسلبيات قوي. احنا بناخد بالنا منها كمجلس إدارة وبنشتغل عليها كويس جدا، انما النهاردة انا جاي عشان افرح وافرح جمهور الزمالك. فيعني دي سلبية، طبعا سلبية بصرف النظر ان في التحقيقات هتبان، واحنا لنا ردودنا وهنقدر نقول ردودنا كلها، وانا عارف القصص كلها اللي حصلت واقدر ادافع عن نادي الزمالك كويس جدا، بس النهاردة مش يوم ان انا اقعد اتكلم في الحتة دي. الحاجة اللي ظهرت يا كابتن حسين، او عشان قبل ما نسيب النقطة دي ونروح لنقطة تانية، في كلام كتير اتقال انه التنظيم يا اما نادي الزمالك يا اما الاتحاد الافريقي او تنظيم مناصفة، الحقيقة والدقة هنا فين؟ لا الحقيقة والدقة ان الاتحاد الافريقي هو اللي كان مستلم الملعب، وفي شروط وفي جوابات بيننا وبينهم وميلاد بيننا وبينهم. يعني انا بس يكفي حتة صغيرة خالص، انا يعني في الشوط الثاني اما رجعت اقعد على كرسيه لقيت الكرسي مش موجود وحد قاعد عليه بصرف النظر مين، انا رحت نطيت على الكراسي اللي قدامي، يعني نطيت فعلا السور ورحت قاعد تحت اللي هي المقصوره الاماميه وقاعد مع مجلس اداره، مش فارق معايا يعني المكان نفسه. طبعا ده مكان رئيس نادي الزمالك وكل حاجه، بس ما كنتش عايز اعمل مشكله من لا شيء. يعني انا رايح عشان فرقتي تكسب، مش رايح عشان اقعد اتصور. فما بهتمش قوي بالحاجات دي، انما كرئيس نادي الزمالك اعرف اجيب حقي وحق النادي بتاعي كويس قوي، بس مش في الاعلام، بجيبه واجيبه عن طريق الاتصالات والجهات اللي هي المسؤولة عن هذه المشكلة.